فخلونا نبلش بأول موضوع اللي هو أسرة نوعا ما غريبة الأطوار، اللي هي أسرة بدون بصمات أصابع. دائما اليوم يعني دائما اليوم الإنسان يعرف ممكن من بصمة عينه ومن بصمة الأصابع مالته، بس مال أسرة ما عندها بصمة أصابع. هذه مشكلة يعني مشكلة جدا كبيرة، لأنه من ممكن ماكو علاج أصلا لهذا الموضوع. خليني أقرأ لكم التفاصيل، اللي هو طبعا 4 أجيال على الأقل من عائلة أبو سكارك عانت من حالة نادرة للغاية، اللي هي لا تترك لهم بصمات أصابع، يعني ما عندهم بصمة أصابع، وأربع أجيال يعني مو جيل واحد. طبعا عندما كشف راحت يد المفتوحة في مكالمة فيديو من منزل في بنغلاديش، لم يكن هناك شيء غير عادي في البداية، ولكن عندما دققت النظر تمكنت من رؤية الأسطح ملساء لأطراف الأصابع. مثل ما تشوفون هذه الصور ما بها أي مسامات الأصابع مالتهم. طبعا ويعيش أبو البالغ من العمر 22 عام مع أسرته في قرية شمالية، وكان يعمل كمساعد طبي حتى وقت قريب، فيما كان والده وجده مزارعين. طبعا يعني هو مو جيل واحد، هم أربعة أجيال، ويبدو أن الرجل في عائلة طبعا هم يتشاركون جينات وراثية وطفرة نادرة من هذه الجينات، أنه تعتقد أنه هي راح تأثر عليهم بالعائلة بالعالم. فهو ليس لديهم بصمات أصابع، يعني ما عندهم أي بصمة لأي إصبع، يعني ممكن تصير جرائم في شي حالة وهم ما يقدر يستكشفون أو يعرفون الشخص منه. وطبعا بالأيام هذه قال أنه لا أعتقد أنه فكر في الأمر على أنه مشكلة، ولكن على مدى عقود أصبح الموضوع يشكل لهم مشكلة. وأكثر البيانات الحيوية التي تم جمعها في العالم، حيث نستخدمها في كل شيء على مر المطارات إلى التصوير وغيرها، هاي كلها أشياء إحنا نستخدمها، بصمة العين وبصمة الأصابع بالتنقل. اليوم حتى بالهوية صار الموضوع موجود، وهم 4 أجيال ما عندهم هذه البصمة. هذه مشكلة للأمانة.